إذن مشاهدينا، هذه صور مباشرة تأتينا من ضاحية بيروت الجنوبية، غارة إسرائيلية على الضاحية. نتابع هذه صور مباشرة من ضاحية بيروت الجنوبية. يذكر أن الغارات كانت استمرت لفترة ما وتوقفت، ويعني كانت هنالك غارات قد حصلت يوم أمس ليلا، ومن بعدها شهدت هدوءا خلال فترة الصباح أثر زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والآن تعود الغارات من جديد. نتابع هذه الصور مباشرة من هناك. إذن هذه الغارة مشاهدينا تأتي بعد الإنذارات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي إلى منطقة الغبيري والعمروسية والشويفات، وهذه الصور مباشرة تأتينا من هناك. نذكر فقط أن الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات قبل قصف مناطق الغبيري والعمروسية والشويفات. إذن نذكر مشاهدينا مرة أخرى، هذه هي غارة إسرائيلية على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية. كانت اشتدت الغارات في الأيام السابقة خلال فترة الصباح، وصلت إلى 12 غارة أول أمس، واليوم تعود الغارات من جديد بعد تحذير مناطق الغبيري والعمروسية والشويفات. إذن نتابع صور مباشرة من ضاحية بيروت الجنوبية. يعني هذه الغارات تأتي فيما اعترف الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من لواء جولان في اشتباكات مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان بعد وقوعهم في كمين نصب لهم. يعني تأتي هذه الغارات في حين أن العمليات البرية تجري الآن في جنوب لبنان، المناطق التي يعني شهدت تقدم للقوات الإسرائيلية وملاحقة عناصر حزب الله في تلك المناطق. هذه العمليات، عمليات القصف التي تشاهدونها مشاهدينا، يعني تأتي في حين أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كما تابعنا قبل قليل أنه أعلن أن قواته لن توقف إطلاق النار أو حتى لن توقف تقدمها في لبنان إلا بعد تحقيق الأهداف، ويبدو أن هنالك أهداف كثيرة لم يتم يعني تنفيذها بعد. وتصريحات تقرير أيضا اليوم الواشنطن بوست بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد إهداء هدية أن إيقاف الحرب في لبنان سيكون ربما في 20 يناير المقبل، لكنه لن يوقف عملياته حتى تحقيق أهدافه. مرة أخرى نذكر مشاهدينا لعمليات القصف الإسرائيلي التي تحدث في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية على مناطق الغبيري والعمروسية والشويفات، وهذه هي صور خاصة تأتينا